شو قصة بئر روما لما قدم المهاجرون إلى المدينة المنورة؟ ما استساغوا ماء المدينة، ما استساغوه، يعني ما معودين عليه، طعمه مختلف عما يعرفون من الماء في مكة، ما استساغوه. وكان بئر روما، تاء مربوطة، من أعذب مياه الآبار في المدينة، لكن هذا كان له مالك، شخص يملكه بئر روما، فكان المهاجرون يستقون من هذا البئر بثمن لمالكه، يدفعون له ثمنا، فأرهقهم ذلك، فقراء، أرهقهم دفع ثمن الماء الذي يشربون، أرهقهم ذلك. والنبي الرؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم حث أصحابه، دفعهم، حثهم إلى شراء بئر رومة والتبرع به للمسلمين، ووعد الذي يفعل ذلك بعين في الجنة، يكون له عين في الجنة. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجعلها وقفا للمسلمين. هذا البئر كان لرجل من بني غفار، اسمه أبو ذر الغفاري، القبيلة من بني غفار، فكان يبيع منها القربة، سموها كباية مثلا، قربة، يملأ القربة بمد ما يملأ الرجل، ما يملأ كفين معتدلتين، بدك قربة ماء عبي لك من البئر تدفع مدا طعاما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: تبيعنيها بعين في الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: بتبيعني إياها بعين في الجنة؟ فقال، وده غريب سبحان الله، يعني إن الواحد منا بهالزمن لو حصل له، لو النبي قال له مثل ذلك بيتمنى، بيتمنى، غريب. قال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غير هذه البئر، ما عندي غيرها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاشتراها 35,000 درهم، 35,000 درهم فضة يعني. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ إذا أنا أوقفتها للمسلمين هل يكون لي عين في الجنة؟ قال: نعم. قال عثمان: قد جعلتها للمسلمين، قد جعلتها للمسلمين. وفي رواية: فاشتريتها من صلب مالي، أحسن مالي، أفضل مالي،